اللاعبين في الملعب. الكندي هنا لجوردن 175 سنتي، لورانزو بينا 177 سنتي، احرز الرميتين الحرتين وخرج لورانزو بينا ونزل مكانه اللاعب رقم 22 ميشيل انتلي. ودي الاختراق، عدى سلام بقوه لكن اتعمل له بلوك تتحدث عنه الصحف والمجلات في منتهى الجمال والروعه من رقم 7. كيك اوت، ارتداد سريع، ودي الاختراق، عدى كويس لكن النهايه مش كويسه، غير سعيده. ودي الاختراق، هجوم قاطف، يا سلام بيدي، لا بيدي عمرو دارلينج نابي سجل نقطتين. والاختراق بطول الملعب في ظل غياب دفاعي او غفله دفاعيه ايطاليه، اهم المميزات اللي بتميز الفريق الايطالي الدفاع الجيد، لكن النهارده فين؟ ودي ثلاثيه ايطاليه قصيره، يعني عدوى الدفاع الجيد انتقلت للمنتخب الكندي. اداء عالي راقي، وجبه دسمه لفنون كره السله بيقدمها لنا المنتخب الكندي خلال البطولة أو خلال مشواره في البطولة كلها. وادي التبديلات، خلاص بدأ يلجأ للحبوب المنشطة دكة البدلاء الفريق الإيطالي. وادي الاختراق، عدى كويس لكن أطول من اللازم، متابعة دفاعية إيطالية. رقم 22 ميشيل أنتلي خارج القوس، وقف وصوت تشويبة ثنائية المرة دي، ما بتجيش المتابعة الدفاعية. بارد، وادي الاختراق، تقع من ايده، تطلع اوت سايد، كان هياخد المدافع في ظهره ويخرجه خارج نطاق الخدمه لكن المدافع قراها كويس و طلع كره اوت سايد تحت السله، عمل ارتكاز في منتهى الجمال والروعه، فيها خطا شخصي، فيها خطا شخصي. كجاب استلم استلام جيد، نموذج للاعب الارتكاز في الاستلام، وايضا نموذج في التمرير من رقم 13 برنسا ادورو. رقم 12 خرج، ونزول رقم 11 ديفيد دينجري. رميتين حرتين لصالح المنتخب الكندي. نجح في احراز الرميه الحره الاولى. قلت لحضراتكم في بداية اللقاء، لقاء خارج التوقعات، الفريقين لم يصلا من قبل لنهائي كاس عالم، وضيع الرمية الحرة الثانية 69-43. والمتابعة الدفاعية إيطالية، أنتلي ميشيل أنتلي، خطأ شخصي. اللاعب كيجالي رقم 14 هيستوجب رميتين حرتين.